سبحان الله يا جماعه، السما اتحولت زي ما انتوا شايفين. شايفين المنظر عامل ازاي؟ السما اتحولت في عز الصيف، يعني لما تخيل كده انت في الصيف وتلاقي المنظر ده. اضطرينا ان احنا نوقف شغل النهارده الخميس طبعا، اضطرينا نوقف شغل. شايفين المنظر عامل ازاي؟ شتا رهيب جدا. شايفين يا جماعه؟ تلج، الدنيا بتشتي تلج في عز الصيف، تلج بينزل في الارض. سامعين الهبد في الارض؟ تلج. شايفين يا جماعه؟ تلج في عز الصيف، يعني سبحان الله، يعني دي حاجه، ده غضب من ربنا، دي لعنه من ربنا. ربنا بيوري الناس انا ممكن نعمل معاكم ايه. شايفين الدمار؟ شايفين يا ترى الناس اللي زرعه غله، اللي زرعه الزرعه بتاعتهم لسه في الارض، الناس اللي لسه ما لمتش الغله بتاعتها، الناس اللي لها تبن، الناس اللي لها حاجات من دي، فين يعني كل ده؟ شايفين يا جماعه المنظر؟ شايفين المنظر قدامنا عامل ازاي؟ شوفوا سبحان الله. بصوا يا جماعه، بصوا، تلج بيضرب في الارض. ربنا يسترها. مساء الخير الناس يا جماعه اللي بتتابعنا على فيديوهاتنا وعلى الفيسبوك. لو تابعت وركزت كويس احنا بنتعامل مع الكلب ازاي، هتعرف يعني ايه تدرب الكلب بتاعك بنفسك في البيت، مش شرط ان انت تحتاج لحد. ناس كتير بتسالنا وبتقول يا ابو نور انت بتدي ايه للكلب لما بتيجي تديله الاوامر، يعني نوريك دلوقتي بنديله ايه. دي يا جماعه الحاجات اللي بنديها للكلب عباره عن قطع هياكل صغيره زي ما احنا شايفين اهي، تمام، بنديها للكلب. دي بتبقى اكل، يعني الكلب ده مثلا ما فطرش النهارده. اللي بنعمله كله ان المجموعه اللي هي بنشتغل بيها طعام النهارده ما بنفطرهاش الصبح. المفروض ان الكلب بياكل في اليوم وجبتين، وجبه الصبح ووجبه بالليل. المجموعه اللي عليها طعام النهارده ما بتاكلش الصبح. بنبدا نطلع نشتغل معاه، تمام، الكلب بيبقى متقبل مني، ما ينفعش نفطره. طب الكلاب اللي هي عندها شراسه النهارده زي كده مثلا على الرصيف، دولت بنفطرهم الصبح ويتعشوا بعد ما يخشوا العنبر بتاعهم تاني. اما المجموعه اللي هي بتشتغل طاقه معانا ما بنشاكلهاش الصبح، بنسيبها على جوع من امبارح بالليل، اخر طاقه كانت امبارح بالليل، وبنبدا اننا نشتغل معاهم الاوامر بتاعتهم. بناء عن كده بيبدا الكلب يتقبل معاه الامر وبيديني الامر بسلاسه خالص. لكن ان انت توكل كلبك وتيجي بعد كده تديله اكل او مكافاه حاجه زي كده، مش هيتقبلها او مش هيهتم بيها. الكلام ده بيكون دايما يا ابو نور؟ لا، بيكون لفتره محدوده من الزمن لحد الكلب ما يتعلم اسم الامر بتاعه ويتعلم صوتك ويتعلم المناداه والحاجات دي كلها. بعد كده خلاص بتبدا تشتغل من غير امر خالص، من غير اكل خالص، يعني انت ممكن تلغي الاكل في يوم من الايام. الكلام ده احنا بنعمله لفتره هنا محدوده مع الكلب، وبعد كده صاحبه بيعوده برده على نفس المبدا عشان تغيير الصوت وتغيير اللهجه والحاجات دي كلها، وبعد كده بيبدا ان هو يمحي الاكل خالص بعد شهر على الاقل. يلا بينا دلوقتي نشوف. روك معانا من المنوفيه، ومعانا سيزر، ومعانا دارك، معانا تلات كلاب النهارده هنشتغل عليهم طاعه. كل كلب ليه شخصيه وكل كلب ليه مستوى. تعالى يا جماعه نشوفه كده واحد واحد ونشوف وصلنا معاهم لايه. في منهم العنيد، في منهم اللي بيستهبل، في منهم اللي فعلا غبي، في منهم اللي بيفهم بسرعه، في الحاجات دي كلها. كل كلب ليه شخصيه، يلا بينا نشوف. طبعا زي ما انتم عارفين احنا بنشتغل الاوامر الاول بالترتيب، يعني اقعد، سلم، انزل تحت، اطلع فوق. بعد كده بنفك الليش، يمشي معايا من غير ليش، ثبات، الحاجات دي كلها. لما بنفضل نوصل للكلب تاني وعايز نرجع تاني للي انا وقفت لحد فين، تمام، بنبدا بالطريقه دي لحد الامر اللي هنحسه ان هو مش عارفه. دايما لما تيجي تشتغل مع الكلب بتاعك اشتغل معاه الاوامر من البدايه، عشان لما تيجي عند امر هو مش عارفه هو ده الامر اللي انت تركز عليه، تمام. روك، اقعد، برافو. طبعا كده نفذ الامر بسهوله. صدقني لو انت ركزت معايا في الفيديوهات اللي احنا بننزلها دي هتتعلم، انت مش هتحتاج لحد. سلم، طبعا هنا بيعاند معايا في سلم، برافو، بيعاند معايا في سلم، يبقى نغيب مع سلم شويه. طب انا كنت قبل كده عديت سلم واديته امر تحت، لا نرجع لسلم تاني، الامر اللي بعكسك معاه ارجع له تاني. سلم اقعد، اقعد، سلم، اقعد. شايفين يا جماعه؟ هو فاهم الامر. على فكره الاسبوع اللي فات كان واخد الامر ده وقعد وسلم وكل حاجه ووصلت معاه لحد، يعني كنت هنخش على الامر تحت. بس لما نيجي نشتغل معاه تاني ونلاقي في امر بيهرب منه او ان هو بيعكس شويه يا رجاله، او بيعاند او بيعاكس فيه شويه، يبقى يفضل في الوقت ده تعالى كده شويه. طبعا لازم ان انا نعيد تاني،
لازم شيطاننا تأكد على الأمر اللي هو بيهرب من الكلب. يعني بيهرب من الكلب؟ يعني الكلب مش مركز فيه. تمام؟ اقعد. شايفين؟ اقعد. تمام على طول شغال. سلم سلم. برافو. طيب هنا بقى نخش على أمر جديد. لا طالما انت قررت في النهاردة ان انت تشتغل على الأمر اللي هو بيعكس فيه خليك ماشي عليه لمدة ربع ساعة. ونصيحة مني ما تطولش على الكلب، ما تغتتش عليه، يعني خليك خفيف خفيف معاه. اقعد. اقعد. برافو. سلم. اي نعم ان ده بيأخر معايا الكلب في الوقت، يعني انت غيري، انت لما تدرب كلبك في خلال 3 شهور مش مشكلة، انما انا مضطر ان انا اخلص في مدة شهر او اقل او اكتر. تمام؟ بس ما ينفعش ان احنا نسيب امر ان الكلب ما يكونش مركز فيه. شاطر. زي ما احنا شايفين الكلب بيدي الامر بقابليه عاليه جدا، يعني لا قلقان ولا خايف ولا مرتبك ولا مرعوب ولا الكلام ده كله. لازم الكلب يحبك. الكلب اللي انت بتدربه لو ما حبكش صدقني مش هيبقى متقبل امرك، ولما تيجي تصوره او تبعته لحد هيبقى شكله بايخ، حاسس، هتحس بيه ان هو قلقان. روك. خد. اقعد. يلا. يلا. سلم. برافو. زي ما احنا شايفين يا جماعه، ومش هنخش على امر جديد. روك. سلم. برافو. شاطر. طبعا المكافاه زي ما قلنا، المكافاه عباره عن قطعه هياكل اللي الكلب بياكلها، يعني الكلب احنا بنوكل هنا هياكل فريش نيه. تمام؟ بتبقى قطعه زي، بس اهم حاجه ما تكونش مريحه، ما تكونش لها ريحه، يعني تكون طازه. ممكن تقطع كميه وتحتفظ بهم في الفريزر. يلا سلم. طبعا الكلب ده الاول يا جماعه كنا لما نيجي نشتغل معاه يوطي دماغه لتحت وينزل تحت ويبقى شكله رخم كده، دلوقتي الحمد لله الكلب قاعد زي ما انتم شايفين. روح. عقل بقى بدا ان هو يبقى فيه عقل شويه. يلا تعالى تاني. اقعد. برافو. سلم. شايفين يا جماعه هو لو جيت بعد كده، لو جيت دلوقتي اديته الامر وما يعني هنشيل الاكل من ايدي خالص. تمام؟ اهو مفيش اكل في ايدي خالص. روح. اقعد. شاطر. سلم. شايفين؟ خلاص هو كده لزقت في ايدي. سلم. لا سلم. برافو. شايفين كده؟ خلاص كده الامر لازق مع الكلب. بكره لما نيجي نشتغل معاه بنبدا نخش على امر جديد ونبقى فاكر انا عملت ايه معاه اخر مره. قلت لك اربط الكلب بتاعك لما تيجي تشتغل معاه طعن، مش فاهم حاجه خالص. الكلب لو هو مربوط هينفذ لك الاوامر، هيتعامل معاك بطريقه بسيطه، وهيبقى انت عندك قابليه في التعامل معاه. وما تلزقش في الكلب وانت بتديله الاوامر، يعني ما تقولش انت تخش على الكلب صدرك. ما تحاولش تخش على الكلب بصدرك. تمام؟ لان داخلينك على الكلب هتديله مساحه للعب معاه. تعالوا شوفوا سيزر كده. طبعا زي ما احنا شايفين هو مش متقبل امر داون، يعني ما عرفوش، فلازم نكرر معاه لحد ما ينفذ لي الامر. تعالوا كده ركزوا معانا شويه يا جماعه، وخليك بعيد عن الكلب. اي نعم هو مربوط بليش لحد الكلب ما توصل له المعلومات بتاعته، بعد كده هتفك الليش خالص وتمشي بيه من غير ليش خالص. تمام؟ سد. كان داون. 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 نو داون. جود. داون. جود. زي ما شفنا كده تنك مصمم معاه ان هو ينزل تحت، وبعد ما ينزل تحت تبدا تديله الاكل بتاعه. واحدة واحدة مع التكرار بيبدأ الكلب يتعلم. يلا تاني. السد. شكال. داون. ياض. شفنا هنا المرة التانية سريعة عن المرة الأولى، لأن خلاص هو الكلب ده ذكي بيفهم معاه بسرعة. تعالوا نسيبوه يقوم يقف براحته خالص، هو اللي يقوم يقف من نفسه، ما نديهوش أمر. ونقول له ونشوف أمر داون المرة دي هيكون إيه. السد. شكال. داون. داون. طبعا كل مرة بيكون فاهم عن المرة اللي قبلها.
تحتك. داود داود